السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، أهلا بالله. اليوم جئت أقدم لكم برنامج الهين، كيف هي تشغيله وكيف تبدأ بتشغيل قنوات البي اس 4، لأن كثير من أصدقائي يحاولون تفعيله ويتصلون بي وكذا وكذا. سأضع لهم هذه الطريقة السهلة جدا لتفعيل الهين وذلك. وطبعا لعدم يعني لتسهيل كل الطرق، على بركة الله نبدأ. أولا لازم يكون عندك برنامج الهين. برنامج الهين تجدونه على الرابط أسفل الفيديو، سأضعه لكم، تنزلون كل شيء من هنا. أنا قمت بتسليبه. أول شيء أنا عندي برنامج الهين هذا هنا، نفتحه، ها هو الهين انستالر في اتش ام. بون، تبدأ من هنا هكذا يأتيك تثبيت الهين. أول شيء تقوم به اختيار، اضغط على بروفيل وانتقال لمجلد سيلفر لايت. قبل كل شيء نسيت باش نقولكم اللي لازم يكون برنامج سيلفر لايت، تجدونه أسفل الفيديو هحطه لكم. لازم تنستاليه سيلفر لايت 32x32، ماشي 64، 32. هذي كي تنستالي السيلفر لايت، كي تنستالي السيلفر لايت نكملو، تروح هنا لهاد المرحلة تنستالي الهين. لازم تخير الملف اللي يبدا ب 5.1، هذا هو 5.19 كذا كذا كذا، وتقوم باختيار الملف. بعدها انا قمت بتثبيت الهين مسبقا، لا داعي لي على التثبيت. عند اكتمال التثبيت ستجدونه باذن الله في سطح المكتب. سهل، هذه طريقة سهلة وبسيطة. الان ناتي للمهم، تفعيل الهين. نقوم بفتح الهين هكذا، نفتح الهين. وهنا كيف انا هنا عندي تفعيلات، انت لا تخرج معك تفعيلات ولا اي شيء. نقوم بضغط هنا مود نورمال اذا اردت ان تشغل البرنامج بدون استخدام تفعيل. نضغط على مود نورمال هكذا. انا حتقول لي عاد من جديد، ولكن مش راح تقول لكم عاد من جديد، راح يجيكم ديريكت كما هذه، حتجيكم هكذا مود نورمال. نختار مود نورمال، نضغط هنا من هنا اهي، راح يجينا هنا برنامج الهين. راح يبدي مارينا ولكن نقوله تشتغل بيئة الخبرية هكذا. نضغط على علامة نايك، هذه خاصة هنا، نضغط على علامة نايك تهيئة التفعيل. هنا يبدأ تهيئة التفعيل. إذا كنت تتوفر على التفعيل بالداخل فقم بعمل ريكفر، إذا لم تكن تتوفر على التفعيل قم بتحميل كود التفعيل على من هنا. نضغط على من هنا، سينقلنا إلى مباشرة إلى مكان تحميل كود التفعيل، يعني هنا ومديرين في تويتر على كلها. هنا الكونيكسي شوية ضعيفة، ما نعرف له. هنا ننتظر دائما ضبط إعدادات الحماية حتى يأتينا الإيرور رقم 6024. يجينا الإيرور هذا نقدروا نديرو الكود تاعنا ونقومو بالتفعيل. ننتظر قليلا باش يظهرنا الكود. شوية الكونيكسيون ضعيفة. اوكي، الكود الخاص بك هنا، اقوم بالضغط على هذا الرقم. هنا طريقة التفعيل، نضغط هنا. هنا يقوم بشرحه، كما قلت لكم لازم يحضرنا الايرور 6024 كما نرى هنا. مازال ما يظهرش، لكن كي يظهر هنا ياخذنا الى مكان تحميل الاخر. هنا يقول لك الاد بلوك، نحبس الاد بلوك، نشوف نرجع. اذا تحبس الاد بلوك اسفيك ادير ريفلش. نقوم بالضغط. I'm not a robot، أنا لست روبوت. نعمل هكذا،
راح يتحقق انك تركب روبوت او مثلا روبوت يعطيك بعض الاقتراحات. هنا كروس وولك يعني ممر هنا 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 دابا very good. موتور كروس نضغط كليك هير تو كونتينيو. راح ياخذنا المكان تحميل التفعيل، يعني هذا تابع لدعم البرنامج الهين ولا كما نقولوا نشاط الهين، يعني فضلا طريقة جيدة لكي لا تكون تسار بعكس الإمبراطورية. اها يأخذنا إلى الرابط الآخر، كود الخاص بكم. نضغط هنا app4.net. فري داونلود. أما ترابط اسكليت في دوار. تحميل ريبارين ثينك من قبل قليلا حتى يحمل الكود. نضغط هنا، هذا هو تأتينا بالكود، تأتينا بالكود، الكود هنا هنا. نضغط هنا، نقوم بعمل نسخ كوبي يسحب ال أول شيء انظروا لقد ظهر لنا الإيرور 6000. هكذا نقوم هنا بعمل كنترول في، كنترول في هكذا حتى ينسخ داخل. تظهر لنا هذه النافذة، قم بتفعيل القناة، نبدأ بالقناة الأولى، نبدأ نقوم بتفعيل الجاري نفسه وتثبيت. ننتظر قليلا حتى يظهر لنا الايرور رقم 6000. هنا رجع الانترنت على كل حال، ولكن يظهر قليلا. اعتمد على الانترنت شوية ضعيفة، ضغط فيها بضغط هذه قوة شوية على حساب الكونكسيون عندك. إذا كانت الكونكسيون سريعة نوعا ما راح تكون تفوت النافذة هذه لهي، ولكن أنا نستعمل 4G بس كل الكونكسيون تاع الكابل ما لبليش يجي بيها، كان بروبليم هنا كي صبت هذيك المطر راكم تعرفوا بتزير هذا البروبليم. التفعيل يتاح في الهند من الساعة 6:30 في توقيت جرينتش، باش تكون في حاجة من الساعة 6:30 حتى الساعة 7 صباحا، 6:30 مساء بتوقيت جرينتش وتوقيت الجزائر، فتبدأ من الساعة 7:30 مساء حتى 8 صباحا. هذا هو التوقيت الذي يتاح فيه التفعيل. ننتظر قليلا لضبط الاعدادات.
ما نعرف هل هي طولت، أتوقع إنها تحمل اللودات مشكل، الكونيكسيو شوية تقيلة، نحاول ننتظر شوية. كل الروابط تجدونها أسفل الفيديو، سأضع لكم كل الروابط الخاصة بالهين وخاصة بجميع البرامج المستعملة لتشغيل برنامج الهين. طريقة سهلة بإذن الله. هذه الكونيكسيون، هذه الانترنت هاتزير شاح نديرو. قد جاءنا الايرور الذي كنا ننتظره 6024، هذا هو. نبدأ بالتفعيل الآن، كي يجي هذا الايرور نبدأ بالتفعيل، نبدأ بجاري التفعيل، تفعيل القناة. تم تفعيل القناة، سوف نكمل هذا كل بعد كل القنوات ستنتهي بهذا. تم التفعيل. يمكنك أيضا تجربة القناة التي قمت بتفعيلها، مثلا قمنا بتفعيل هذه، تشغيل هذه ستشتغل بإذن الله. أجل، هذا لتأكد بأن القناة تمشي هكذا وتكمل عادي، تكمل عادي نورمال، تقوم بالتسجيل عادي جدا، تكمل حتى ينتهي كل شيء، تكمل القنوات. أنا لم أكملهم وهكذا نقوم ب، أنا لم أكمل التفعيل كجميع القنوات، أنت أكمل جميع تفعيل القنوات كامل، من ثم أذهب إلى هذه النقطة، نضغط هنا. الصوت هذا لازم نفكه، نقول أوكي هكذا. قلنا نذهب إلى هذا المفتاح، المفك ممكن نقوله تورنيفيز مفتاح، نقوم بحفظ التفعيل هكذا، حفظ تأتي أوكي، نقوم المرة الثانية حفظ أوكي طبعا، نزيد ندير حفظ ثلاث مرات، ننتهي من الحفظ. الآن نقوم بريستارت، نذهب إلى التفعيل الأخير. هذا كان أنا عندي 16 تفعيل، آخر تفعيل هيكون عندك 3 تفعيلات لأنك قمت بتسجيل 3 تفعيل. هذا التفعيل الأخير وقم بريستارت. طبعا هذا طيب أوكي، أعد مرة ثانية وأذهب إلى تفعيل هذا ريستارت أوكي. أنا أعود، لازم تجينا طيب طيب وطعم أوكي سيو هكذا. الآن نغلق هذا كل شيء، عاد نفتح الهين، نفتح الهين. راح يقول لك هنا هي البرنامج اللي تستخدمه، يقول يغلق أي برنامج يستخدم السيف لايت هكذا. سوف يأتيك قمت باختيار تفعيل رقم 16، انت مش هيجيك 16، راح يجيك 3 ولا 2 على حسب التفعيلات اللي عندك. تقوم بالاستمرار، راح يظهر لك البرنامج لين عادي جدا. تقوم باختيار قناة مثلا تشغل عادي، قنوات التي قمنا بتفعيلها انها مو راح تشتغل، تركها. ايوه اشتغلت عادي، قام بN1 بN2 عادي جدا. وهكذا يكون تفعيل الهين بطريقة بسيطة جدا وسهلة. وأشكركم، أن نصل إلى نهاية الفيديو، أشكركم لمتابعة الفيديو الذي وصل، لا تنسى الضغط على لايك وسبسكرايب إذا كنت لم تكن مشترك في القناة، ومشاركة ليستفيد الجميع من الفيديو. وإلى اللقاء، شكرا.